الهدف من هذه التظاهره هو ندخلوا البسمه والفرحه على هذه الوليدات هذو ديال هذا المركز، مركز حمايه الطفوله في بن سليمان. وانا كنت قلت في واحد التصريح بانه كنت سولتوني قلتوا لي امتى الاسبوع ديال الاصيل، وكنت صرحت بانه ما غاديش ندير اسبوع عادي زعما في الهيلالا وداك الشيء كيف ما تنقولوا، قلت بانه غادي نختاروا شي جمعيه ولا شي دار الايتام اللي غادي نتقاسموا الفرحه ديالنا مع هذوك الوليدات. وفعلا هذا هو الوقت اللي حنا قمنا بهذه المساله هنا في بن سليمان، مساله اللي فرحتنا بزاف اننا كنشوفوا هذه الوليدات هذو، وزعما ما ندمناش على هذه الفكره هذه، ونتمنى ان وحدين اخرين حتى هما يديروا بحالنا، يتقاسموا مناسباتهم وافراحهم مع جمعيات مع ايتام اللي محتاجين لهذه المسائل هذه. الفكره في الاساس ديال امل، لانه امل كانت انا تلقيتها قبل ما نتزوجوا، تلقيتها في عمل خيري، دونك هي موالفه تدير هذا الشيء. دونك ملي جات سكنت معايا هنا في المغرب كانت ديما كتقول لي خصنا نديرو خصنا نديرو خصنا نديرو، انا مع الوقت ومع البروغرام ومع لي تورناج وداك الشيء ما كنتش كنسالي. دونك ملي جات هذه الفرصه هذه اقترحت عليا الفكره بيان سور، وتعجبني الحال فاش كنشوفها حتى هي عندها واحد الفرحه واحد وكدير من قلبها وكتحاول حتى هي تدخل البسمه، هذا الشيء كيزيد يفرحني اكثر وكيزيد يقربني ليها وقربنا لبعضياتنا اكثر. لا انا اصلا ما دايرش هذا الشيء على قبل الانتقادات ولا على قبل البوز الا بغينا نقولوا. انا هاد لاكسيون هادي كنا بغينا نديروها في سلمى وما درناهاش، وملي درنا السبوع ديال سلمى ما عجبناش الحال، يعني عرضنا على العائله وهذا وهذا ما مشاش داكشي كيف ما بغينا، كتعرف بانه حنا ديما فينا لا كريتيك. دونك قلنا ان شاء الله الا سهل علينا الله وتزاد عندنا وليد ولا بنيه ثاني غنديروا هذه العمليه. ما شفتوهمش لانه اصيل شويه ضربوا البرد دابا هذه الوقيته هذه، فبالتالي ما قدرناش نجيبوه. وسلمى مسافره، سلمى فاكونس هذه السيمانه كلها ومشات عند خالتها، دونك ما قدرناش هي نجيبوها. والوليدات اللي كاينين راه حتى هما وليداتنا، دونك حنا كنتقاسموا معاهم الفرحه.